السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص كده رمضان قرب على الأبواب واحنا دخلنا في شعبان اهوت. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هقدم لكم حاجة جديدة. انا عملت 3 أصناف من صدور الدجاج، من صدور الفراخ. النهاردة هعمل لكم الطريقة الرابعة، ويا رب تعجبكم وتكون سهله عليكم. والاكلات دي جميله جدا، علشان صدور الفراخ بتقولوا انها بتبقى جامده شويه. النهارده احنا هنعمل حاجه جميله قوي. اول حاجه المقادير برضو واحنا شغالين. اول حاجه انا حطيت طاسه على النار اهوت، وحطيت معاها سمنه، بس لازم تسخن قوي 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 عشان هننزل فيها صدور الفراخ اللي احنا مقطعينها شرايح زي شرايح الشاورما، بس ايه، رفيعه شويه كده. خلاص السمنه بتاعتي سخنت اهي، هبتدي احط الفراخ اللي انا مقطعاها زي الشاورما كده اهي. انا مش هقلبها طبعا عشان ما تنزلش ميتها، نخليها تاخد صدمه من الناحيه دي، وبعدين نبتدي نديها صدمه من الناحيه التانيه. لازم تكون السمنه بتاعتنا سخنه جدا زي ما احنا شايفين كده. نبتدي نقلبها بقى اهي. تبقى برضو تاخد صدمه الناحية التانية اهي، في وفي اهي، لازم تاخد الصدمة بتاعتها، والنار ولعة قوي عالية على الاخر، اهم حاجة ما تنزلش المية بتاعتها كده. خلاص كلها خدت اللون الابيض اهو، المسام بتاعتها كلها اتقفلت. هنعمل ايه؟ هحط عليها شوية من البهارات بتاعت بهارات فراخ اهي، شوية من بهارات الفراخ، وشوية من الفلفل الأسمر الناعم اهوت. هي دي البهارات بتاعتنا. هقلب عشان تاخد ريحة حلوة. هي الريحة بتاعتها جميلة جدا. كتير قوي بيقعدوا يقولوا احنا ما عندنا صدور فراخ ومبقاش عارفين نعمل بيها ايه، لان اكتريه الولاد، وفي ناس كتير قوي تحب الوراك بتاعت الفراخ، ما بيحبوش الصدر. فالاكلات دي جميله جدا، وبتبقى الصدور فيها حلوه قوي قوي قوي. هي هعمل ايه بقى كده؟ الصدور بتاعتنا اهي شوحت. اول حاجه هعملها ان انا هنزل البصل عليها، بصلايه يعني النص كيلو صدور فراخ مثلا، عليه بصلايه كبيره اكتر شويه زي كده. بتحطي بصلايه كبيره وواحده صغيره زي ما احنا شايفين كده اهي. اهي اقلب البصله كويس قوي معاها عشان تاخد ريحتها اهي. شايفين ما فيهاش ميه خالص ازاي؟ عشان ما تبقاش فيها زفاره، عشان كده بقول لازم نسخن السمن بتاعتها كويس قوي قوي قوي، ونحطها. اول ما نحطها نفردها في الطاسه، بس ما نقلبهاش الا لما تاخد وش ياخد صدمه، وبعدين نقلبها الوش التاني ياخد صدمه. الحاله دي ما بينزلش منها ميه ابدا. استنى على البصله لما تدبل شويه معاها، وبعدين نحط بقيه الحاجات بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. انا مقطعه البصل، شايفينه مكعبات صغننه خالص ازاي كده. خلاص البصله بتاعتي اتشوحت اهي شويه. هبتدي اعمل ايه؟ ابتدي احط الملح بتاعها اهوت. احط كده الملح واقلب، اقلب كويس اهوت زي ما احنا شايفين كده. عندي كمان بقى
احنا كده حطينا الملح، كنا حاطين قبل كده البهارات بتاعته اللي هي الفلفل الاسود الاسمر وتتبيله الفراخ اهي، وكده حطينا الملح. البصل بتاعنا اهو دبل خالص مع الفرخه. هبتدي اعمل ايه؟ عندي بطاطسايه كبيره مبشوره اهي، انزلها، هنزل البطاطسايه بتاعتي، بطاطسايه كبيره وتبشريها، بس بتدي ما شاء الله اهي، وهقلب اهي بطاطسايه كبيره على النص كيلو فراخ، اكتر من نص كيلو، بتحطي بطاطسايه كمان تاني معاها وسط اهي. بصوا ما شاء الله ريحتها حلوة قوي على فكرة، والله ريحتها جميل جدا. والاكلة دي لما تدوقوها، انا بكل حاجة بعملها الاول قبل ما انزلها لكم في الفيديو، طعمها خطير خطير خطير. والبطاطس عشان مبشورة ما تخافوش، بتستوي بسرعة وبتبقى حلوة قوي. كده خلاص قلبنا البطاطس، هبتدي عندي كمان جزراية، بس مش جزراية، اتنين بقى، اتنين جزراية مبشورين هما تمام كده. نبتدي نقلب الجزر والبطاطس والفراخ. الجزرة بقى دي بتسكر الفراخ قوي، بتخليها طعمها مسكر كده وليها طعم جميل كده بصراحة يعني. هنسيبهم بقى كمان لما يستوي يتبلوا مع بعض، ونقلب كده كويس اهوت. كل ده هيدبل، مش هيبقى باين كتير قوي كده، سيبه كده يدبل. نزود شوية كده من الفلفل الأسمر، وشوية كمان من تتبيلة الفراخ عشان تطعمها قوي هي، وهنقلب كويس قوي اهو. ابتدى يدبل خالص الخضار اهو، طبعا الفراخ مستويه معانا مش محتاجه سوا قوي خلاص، بس احنا نسيبهم برضو يدبلوا مع بعض شويه كده، وهنشوف ايه اللي هيحصل. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض البشاميل زي ما احنا شايفين كده. انا حطيته اهوت السمنه في الحله، هنحط عليها 4 معالق من الدقيق، 2 3 4، حطي 4 حلوين قوي. وهبتدي اقلب. خلي بالكم البشاميل اللي بيحب السمنه البلدي وبيحب يكون السمنه بتاعته كتيره اهوت، زي ما احنا شايفين كده. ده اول مره اعمل اكل يكون ما عنديش بشاميل شايلاها، عشان كده بقول لكم بتبقى اسهل بكتير. ده لحد ما يستوي الدقيق كويس قوي، عشان كل ما استوى بيديكي طعم حلو جدا اهوت، زي ما احنا شايفين كده. لازم على الاقل حتى 3 دقايق حتى كده على النار. هنكون احنا محضرين طبعا اللبن بتاعنا، كيلو لبن اهوت، برضو زي ما اتفقنا ان احنا ما بننزلهوش كله مره واحده، بننزل حبه حبه صغيرين، او قبل ما نحطه بنجيب شويه من الميه صغيرين جدا، نبرد بيهم السمنه بس عشان اللبن بتاعنا ما يقطعش. احط كده
ابرد كده السمنه بتاعتي بالدقيق، وابتدي احط اللبن حبه حبه زي ما احنا شايفين كده اهوت. متحطوش كله مره واحده عشان اللبن ما يقطعش مننا. لازم نبرد السمنه بتاعتنا ان شاء الله باي حاجه، بنص كوبايه ميه حتى. زي ما احنا شايفين كده بصوا بيبقى ناعم معاكم جدا، ما بي ولا بيكلكع ولا اي حاجه اهو. شايفين اهي ولا حاجه خالص، سهل سهل سهل. زي بس ما قلت لكم ان انتوا تبردوا السمنه بتاعتكم الاول بشويه ميه عشان اللبن ما يقطعش. شايفين حلو ازاي؟ انا بقى ما بحبش احط ملح، انا بحب احط مكعبات الماجي، منها بتحيقه وبتدي له طعم حلو جدا، والله بتديها طعم حلو قوي 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 اهوت. ومعاها كمان بحط من الجبنه النستو اللي هي المثلثات، بحط منها ثلاثه كده، بيطعموها جدا جدا، بيخلوا البشاميل طعمها ليها طعم تاني خالص اهوت. هي هتسيح معاهم اهوت كده اهيت. اول ما هتغلي طبعا هي كل الجبنه والحاجات دي بتسيح في قلبيها كده. خلاص البشاميل بتاعتنا اهي خلاص، حلو قوي قوي، سمكها كده جميل، والجبنه لسه بتسيح فيها اهيت، جميله جدا قوي. كل دي جبنه، اللي جوه دي جبنه النستو لسه بتسيح اهي. دلوقتي مفضلش غير حاجه واحده، ان احنا نطبق بقى الشغل بتاعنا ده كله جوه الصينيه بتاعتنا واحده واحده كده مع بعض. نروح بقى نجيب الطبق بتاعنا او الطاجن حلو كده من اللي بيخش الفرن كده ويتقدم على طول على السفره، ونبتدي نطبق حاجتنا فيه. كده بقى نبتدي نطبق، جبنا الطبق بتاعنا والحاجة بتاعتنا. اول حاجة هعملها ان انا هاخد احط بشاميل الاول شوية كده في الارضية بتاعت الطاجن بتاعي زي كده مثلا اهوت. انا بحب قوي البشاميل بصراحة في الحاجات اللي زي دي، بتدي طعم حلو جدا جدا، وبتدي طراوه كده كمان للفراخ البني الفراخ الصدور اصلا اهوت. احنا كده خلاص اهوت، هبتدي اخد الفراخ بتاعتي احطها اهيت. على فكرة دي بتعمل طاجن كبير جدا، وتأكل في ضيوفك بقى كمان لما يكون عندك وتعملي الطريقة الجديدة دي، والله حلوة جدا على السفرة، وفي نفس الوقت بتعمل كمية كبيرة. وشوفي بالصدور نص كيلو مثلا صدر فرخة بيعمل قد ايه لما بتقطعيه شرايح رفيعة زي شرايح او مكعبات زي بتاعت الشاورما كده، بتحس ان هي بجد صدقوني مع الجزر والبطاطس والحاجات دي جميلة جدا جدا. على فكرة احنا ممكن برضو نحط في وسطها كده شوية من البشاميل، بتدي طعم حلو قوي برضو. يعني انا حطيت رق هنا كده، احط كده شوية وارجع كده تاني اهي، واجي هنا احط شوية. كان المفروض ان انا احط، يعني هو ده اختياري، يعني انت اللي بتحبي البشاميل زي حالاتي كده كتير، والولاد بيروحوا بيحسوا ان الحاجه طريه كده وطعمها حلو، فانا بحب احط قوي كتير، يعني حتى في المكرونه احب كتير قوي بشاميل في النص غير اللي احنا بنقلبه فيها طبعا.
لانك انت مطعمه البشاميل بالجبنه وبالحاجات الكتير دي، فصدقوني بتدي طعم حلو قوي. زي ما احنا شايفين كده، شوفوا بتدي طعم حلو، بتخليها متماسكه كمان لما بتخش الفرن وتخرج بتبقى حلوه جدا. هي كمل بقى بايه، نحط بقيه البشاميل بتاعنا. برضه انا مزوده البشاميل عشان اشيل منه شويه. زي ما احنا شايفين كده، شايفين الجبنه اللي منستو هتسيح، كل ده هيسيح مع الفرن، كل ده هينزل. اللي ما بتلحقش تسيح معانا في البشاميل هتسيح جوه. جميله جدا جدا جدا، وهتجربوها. وده على فكرة رابع صنف من أصناف صدور الدجاج اللي أنا وعدتكم بيها، ولسه كمان قدامنا كمان كذا صنف تاني، مش دول بس، لا لا لا، ده كتير 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 كده. خلاص الطبق بتاعنا جهز، ممكن بقى تحطي على وشه جبنة موتزاريلا، ممكن تحطي جبنة تشيدر، اللي انت عايزه تحطيه. بس انا عشان كمان بحط سمن بلدي في كتير في البشاميل، فبتبقى طبعا مع الموتزاريلا بيبقى دسم قوي، فانا بحب قوي قوي احط الجبنه الرومي، ببشرها كده زي ما احنا شايفين وبرشها على وشها، بتبقى جميله وبتدي ريحه حلوه قوي قوي في بتدي ريحه حلوه جدا جدا في الفرن، وانت بتحطيها بتحسسك كده زي ريحه البيتزا شويه. شوفي زي ما احنا شايفين كده، والله حلوة جميلة وسهلة وما بتاخدش وقت خالص، زي ما انتوا شايفين طريقتها كلها بسيطة، بسرعة بسرعة. كمان يمكن التصوير عندي بياخد منها وقت شوية، بس انتوا طبعا هتبقى حاجتكم بقى جاهزة، وانا بسرعة بسرعة لان انا بقعد بقى احضر كل ده قبل ما اصور، ياخد مني شوية وقت، لكن كده صدقوني جميلة جميلة جميلة، ويا رب تعجبكم. واول ما هتخرج من الفرن، طبعا انتوا خلي بالكم ان الفراخ مستويه والحاجات اللي من جوه مستويه، مفيش اكتر من انها تاخد بس وتدي مع بعضها كده وتاخد وش وبس وخلاص. انا هدخلها على الفرن على الرف اللي قبل الاخير بس، عشان الوش بتاعها هو اهم حاجه، وهي بس تخش ببعضها شويه كده، وهتخرج اول ما اخرجها من الفرن ان شاء الله هوريها لكم. وادي الطبق بتاعنا، الطاجن بتاعنا بعد ما طلع من عملية الفرن. طبعا مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة، ريحته مش قادرة اقول لكم على ريحته، خصوصا الجبنة الرومي اللي بتبقى مرشوشة فوق دي، بتدي ريحة وشكل، ريحة وشكل وطعم بصراحة يعني. ودي بقى كانت رابع حاجة من اكلات صدور الدجاج اللي انا ببعتها لكم كل مرة، وطريقة يا رب تكون الطريقة سهلة وتكون حلوة، وصدقوني صدقوني لما تدوقوها هتقولي فعلا ليكي حق ان انت تعمليها في القناة بتاعتي، الطريقه جميله جدا والطعم حلو قوي وطريقه سهله. وهقول لكم ايه، ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك والتعليق، وتقولوا لي ايه رايكم، واللي جربها يا ريت يقول لي. والله والله ريحتها مش قادره اقول عامله ايه في الشقه، جميله جدا والطريقه سهله قوي. وهقول لكم ايه، اشوفكم ان شاء الله في اكله جديده بطريقه جديده لصدور الفراخ او غير صدور الفراخ. وكل سنه وانتم طيبين، واقول لكم ايه، باي باي، سلام عليكم.